خبر عن محلب ووفد أوغندي يبحثون التعاون في الزراعة والثروة الحيوانية. تفاصيل الخبر بتقول: استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أمس بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والتموين وأيضا الزراعة وفدا أوغنديا ضم وزيري المالية والثروة الحيوانية والسفير الأوغندي بالقاهرة، وتمت مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في الزراعة وأيضا في الثروة الحيوانية. أكد أعضاء الوفد الأوغندي رغبتهم في توريد لحوم من أجود الأصناف مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية إلى مصر بأقل سعر، وأيضا ذلك يعمل على تقليل اللحوم تقليل أسعار اللحوم في السوق المحلية. دكتور جمال زازا رئيس قطاع الإنتاج الحيواني، أهلا بك يا دكتور. هل هذا التعاون سوف يكون بشرة خير في بداية يعني دخول عيد الأضحى، وخصوصا حضرتك عارف ان في بعض الأماكن بيتم فيها رفع أسعار اللحوم لدرجة كبيرة جدا قد تصل الى 80 و85 جنيه للكيلو فيما اكثر كمان؟ حضرتك طبعا يعني احنا في توجهات ان احنا نتعاون مع الأشقاء في الدول الأفريقية، ولكن عشان بس نبقى الامور واضحه، اتفاقات التعاون او احنا يعني اي بوادر او اعمال تمهيديه لبروتوكولات تعاون بتاخد وقت، لان حضرتك احنا بنتكلم على سلع زي اللحوم مثلا بتحتاج الى ضوابط، وضوابط صحيه ولازم تبقى مؤمنه، فطبعا لازم نبدا بالتمهيد الاول مع الدول اللي هنستورد منها سواء كان، وبعد كده بنبدا ناخد الخطوات اللي هي التاليه ان احنا نطمن ان هذه الاماكن خاليه من الاوبئه من الامراض عشان نامن اللحوم اللي بتيجي من هذه المناطق تكون سليمه حفاظا على صحه المواطن المصري. يعني احنا مش هنلحق يا دكتور الاتفاقيه دي، مش هنلحق اننا نستفيد منها خلال عيد الاضحى المبارك؟ لا دي طبعا احنا سعادتك احنا مش واقفين على كده، احنا عندنا مصادر ثانيه والمصادر شغاله تمام، وعندنا يعني الوزاره ان شاء الله بصدد احنا في الوقت الحالي بنتعاون مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، وفي بنستفيد ونعظم الاستفاده من منحه الحيوانات الوارده من دوله الامارات الشقيقه، ومن خلال منافذ الوزاره والقوات المسلحه بنذبح وبننزل دلوقتي في الوقت الحالي في المنافذ لحوم باسعار مخفضه، وعلى العيد ان شاء الله وبرضه بالتعاون مع وزاره التموين وجهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه والوزاره هننزل كميات كبيره ان شاء الله هتبقى باسعار مخفضه عشان نحدث توازن ما بين في السوق لاسعار اللحوم، وان شاء الله يعني هتلاحظوا الكلام ده في هذا الموسم اسعار اللحوم هتبقى ان شاء الله منضبطه ان شاء الله يا دكتور، واتمنى انها تبقى متوفره في جميع المنافذ، لان الحقيقه في ناس كتير قوي بمجرد ما بتوصل لمنفذ البيع بتلاقي انه الكميه نفذت، فاتمنى يبقى في وفره في الكميه وفي نفس الوقت كمان يبقى في عداله في التوزيع عشان كل الناس تقدر تاكل لحم. ان شاء الله هنزود، احنا يعني كل ما بنقرب على العيد بنبدا نزود الكميات على اساس ان احنا برضو نغطي النقطه اللي سعادتك اشرت اليها. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال زازا رئيس قطاع الإنتاج الحيواني، شكرا جزيلا ليك.